مآل حي طريق الباب المحرر من الإرهاب وعشائر حلب وقفة تضامنية مع أهلنا في مدينة منبج ضد ممارسات ميليشيا قسد ورفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي. نحن اليوم في لقاء بخيمة وطن تضامناً مع أهلنا في منبج، نقف معهم وليكون صوتنا وموقفنا واحد، نعدهم بأن دماءهم الطاهرة التي روت أرض منبج سوف تتحرر بإذن الله كل شبر من أرض سوريا. جئنا اليوم لكي نقول كلمة لأهلنا الصامدين في منبج أننا معكم وأنه لن نقبل بأنصاف الحلول، لا للنزاعات الطائفية، لا للنزاعات القومية، لا للنزاعات الإقصائية، لا للفدرالية، لا للتقسيم. لن يكون إلا سوريا واحدة حرة كريمة. جئنا اليوم لنعاني كشعب فلسطيني، نسمع عناء الشعب السوري في الشمال، في شمال سوريا، حيث يحتاج أمريكا دعم قوة انفصالية نفس الدعم الذي قام به دعم الكيان الصهيوني. لذلك نقول نحن كشعب فلسطيني مع الشعب السوري في مواجهة الاحتلال الأمريكي الذي يحاول السيطرة على خيرات ونهب خيرات الشعب السوري. فاليوم الشعب السوري يقول كلمته في هذا التجمع الشعبي الكبير، لا الاحتلال الامريكي، لا تقسيم سوريا، نعم لوحده وكرامه وسياسة سوريا. نشد على يد اهلنا الذين قاموا بانتفاضه ضد المحتل القصدي اللي مدعوم امريكيا، ونقول لهم امريكا لن تدوم لكم ولن يدوم لكم المرتزق الذين تتعاملون معهم. جئنا الى هذا الملتقى الجماهيري الوطني لنقول لعشائرنا في منبج نحن معكم قلبا وقالبا، وإن شاء الله النصر قريب. هذا موقف وطني أنا تشرفت بالحضور فيه، موقف مع الناس الذين يحاربون الاحتلال الأمريكي والقسدي.